إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض. أنعم الله على هذا الوطن بالاستقرار بفضل التضحيات التي قدمها أبناؤه من شهداء ومصابين، حيث تحرص القيادة السياسية على دعم أسر الشهداء والتذكير الدائم بهذه التضحيات في كافة المناسبات. وزارة الداخلية كانت سباقة نحو تقديم المساندة لأسر شهداء الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم مع الاحتفاء بهم ومعهم بكل المناسبات. الرحلة جميلة والولاد اتبسطوا بيها جداً، وهم مش حاسين إن باباهم اتوفى، لأن الضباط في وزارة الداخلية دايماً بيفرحوهم. كانت رحلة حلوة قوي، فكروا فينا دايماً وبيعملوا رحلات حلوة. شكراً يا رئيس إن أنت فاكرنا وبحبك جدا. تحيا مصر. تتسابق قطاعات وزارة الداخلية فيما بينها نحو دعوة أسر الشهداء والاحتفاء بهم، فهنا تم تنظيم زيارة لهم لعدد من الأماكن السياحية والأثرية أدخلت الفرح على نفوسهم، وجاءت تأكيدا على التكريم المتواصل الذي تحظى به هذه الأسر، وهو ما عبروا عنه في كلماتهم. كان يوم جميل، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء، واحنا اتبسطنا النهارده احنا والاولاد. كل مناسبه وزاره الداخليه بتحتفل معانا وبيعملوا لنا حفلات، ونحب نقول لهم كل سنه وهم طيبين وتحيا مصر وتعيش في امن وامان. على طول بيرن علينا وبيطمن علينا، بيودينا حاجات كده جميله، وبيعرفونا على حاجات احنا ما نعرفهاش، وبحسنا ان احنا ان هم بابا موجود اصلا. ثمن أسر الشهداء غاليا اهتمام وزارة الداخلية بهم، وهو ما يتجلى في تلبية متطلباتهم والحرص على حضورهم الدائم في كافة المناسبات الوطنية، والتكريم المستمر لأسماء الشهداء في كل مناسبة، والتذكير الدائم بتضحياتهم. شكرا ان انتوا عمركم ما نسيتونا، وان احنا في اي لحظه بتشاركوها معانا ودايما موديننا الحتت اللي احنا نفسنا فيها. واحنا بنشكر وزاره الداخليه جدا انها دايما فاكرانا. احب اشكر وزاره الداخليه على ان هم افتحونا الفسحه الجميله دي النهارده، والف شكر ليكم ان انتوا على طول فاكريننا ومش ناسييننا. وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه دايما باسر الشهداء. الحفاوة بهذه الأسر تتواصل من خلال تنظيم احتفالات ترفيهية لهم في أندية الشرطة، حيث التفاعل بينهم وبين الضباط، والتي تؤكد على قيم ومعاني العطاء والوفاء من أجل الوطن الذي يسجل بأحرف من نور في سجله الخالد كل اسم شهيد أو مصاب روت دماؤه أمن الوطن واستقراره. صراحة بسطت جدا، وبشكر سيادة الرئيس على الحفلة دي، كانت بسطت جدا، وكان التنظيم هايل وجميل قوي. النهارده اتبسطنا ورسمنا، واليوم النهارده كان حلو قوي، فلعبنا حاجات كتيره. واحنا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال اللي هو عاملها لنا للشهداء. على وجه كل اسره شهيد وفي كلماته تاكيد على العزه والفخر الذي يشعرون به في كل مكان يتوجهون اليه وفي كل مناسبة يدعون لها، فهم من قدم أبناؤهم التضحيات، وهم من صبروا وتحملوا، لكن الوطن لم ينسى ولن ينسى من ضحى ليحيا في عزة وكرامة.